من مشاكل في الطائرات إلى أزمة في التصنيع وصولاً إلى إضراب عمالي هو الأكبر منذ 16 عاماً. باختصار هذه أزمات شركة بوينغ منذ مطلع العام الحالي. وللتركيز على الإضراب تحديداً فإن الشركة تنتظرها عواقب وخيمة جراء ما يحدث، وقد تضطر للانصياع لمطالب العمال المضربين عن العمل بعد رفضهم عرض الشركة بزيادة الأجور بنسبة 25% على مدى 4 سنوات. ورغم أنه لم تمضي على الإضراب إلا 5 أيام تقريباً إلا أن الشركة بدأت تتكبد خسائر كبيرة تحاول احتوائها، من بينها إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات مخصصين لطراز 737 ماكس و 777، وهو آخر يعني ما تحتاجه الشركة، خاصة أنها خسرت 33 مليار دولار منذ عام 2019 وتحاول التعافي، إلا أن تأثير الإضراب على الإنتاج والتسليمات والعمليات سيؤخر الأمر بحسب مسؤولين في الشركة. طبعا تفاقم كل هذا الأمر تحذيرات وكالتي التصنيف الائتماني فيتش وموديز من أن الإضراب المستمر قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للشركة، ما سيزيد من الضغوط المالية على بوينغ. Thank you.